يلا نشوف سوينا نكمل. يلا مروان، نعم يا مس، داخل من بدري يا مروان ولا لسه داخل؟ لا داخل من بدري. لا ده مروان، ما تحل معايا كده بقى. يلا تدور، يلا السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. تدور يلا يا مروان، قول كده تدور ايه؟ الشمس تدور حول الشمس. برافو، وتستمد منها ايه؟ الضوء والحرارة. برافو عليك. يبقى ثاني اكتب، لو حد عايز ياخد سكرين. تدور وتستمد منها عبد الرحمن. يلا يلا يا عبد الرحمن. ماشي يا ستي. ترتبط الأقمار بالكواكب عن طريق الجاذبية. برافو يا عبد الرحمن. ايه في الصوت بس عندك؟ الجاذبية. ماشي يلا يا يوسف. محمد يوسف. يا مس، ممكن أجاوب أنا؟ نعم يا منى. ايه الصوت ده؟ ممكن أجاوب أنا؟ عايز تجاوب يا منى؟ ماشي جاوب. السؤال رقم 3 صح؟ الصوت بس. ها أثر النجوم الحرارة يكون لونها أزرق. ازرق. اقفل الصوت يا حبيبي. ازرق. ماشي يا منى ازرق. يوسف مش محمد؟ أيوة يا مس. نعم يلا يا حل مس. كده. إيه؟ لا تأخذ حل في الكواكب في الحرب. ها تاخذ الكواكب في مداراتها شكل الايه؟ يعني لما الكواكب بتدور يا يوسف بيبقى ايه المدار بتاعها شكله ايه؟ أوي. برافو عليك. طيب ضوي. يلا يا رفيف، مجرتنا من النوم. الحالة الزمنية. ممتازة. على زوني. يلا يا فريدة. فريدة طيب نشوف بيلو. يلا يا بيلو ولا بلو، اسمك ايه بالظبط؟ يلا اهو عبد الله. طيب رزان. يلا تعرف مجردنا باسم. سكة التبانة أو ايوه الضرب اللبن. البانة او الضرب. برافو عليك يا رب. مش هو بذر في المجموعة الشمسية ولا اللي هو الدوائر الكونية؟ يا حبيبتي بتقولي ايه؟ معلش مش سامعه. بعدين حواليكي درس شويه يا منى. هو بتقولي ايه؟ انزل. الدرس ده الدوائر الكونية ولا المجموعة الشمسية؟ الاثنين موضوع الوحده درسين، ده على كل على الدرسين اللي هي الوحده الاولى. هي واحده سهله وبسيطه. شايفين الصوت يا حبيبتي؟ يلا يا سما وشيماء وردعه. سما سما شيماء. ايوه نعم. يلا يا سما. ماشي، ترى الشوب على هيئة ايه يا يا سما؟ الشهب. حاضر سنة. الشوب بتبنن على هيئة ايه؟ شهاب. بعد ما يتحرق بيتحول. بنشوفه ايه زي ما قلت لكم؟ ايه اللي بيشوفه ايه؟ بيجري. ممكن اقول انا اسمه يا منى. اللي ممكن هي اقولها مس. سهام. سهام او اللي هي سهام ضوئية. ضوئية. بنشوفها على هيئة سهام ضوئية يا سما. قولي كمان سؤال يا سما. يلا يا سما. بيقول النوع الوحيد من الأجسام اللي بينزل للأرض، يصل للأرض، إيه هو يا سما؟ النيازك. ممتازة يا سما. ماء. قال النجوم حرارة يكون لونها أحمر. خلينا نكتب بس النيازك. برافو عليك، أقلها لونه أحمر فعلا. شاطرة كريم. يلا. معلومة، أيوة عند كريم. سقوط النيازك، عند سقوط النيازك على سطح الأرض تسبب دمارا كبيرا.
دمارا، حفرة عميقة، اللي انت عايزه تقوله. حفرة عميقة ودمار يا سيدي، ودمارا كبيرا. برافو عليك يا كريم. مروان، يا ميس، نعم، رقم 10، رقم 9 غلط ليه يا حبيبي؟ يا ميس. هو كده رقم بيقول 9 صح؟ استنوا يا جماعة، لا سيبوه بس، أنا هفهمه، صح يا ميس، أنا رقم 9 هفهمه صح. يا جماعة، أنا هفهمه بالذوق، مش هعمل له حاجة. عايز غلط ليه يا حبيبي؟ غلط ليه يا مروان؟ مش إحنا قلنا حبيبي النجوم اللي هي بتبقى أقل حرارة لونها أحمر، واللي أكترها حرارة لونه أزرق. ولو أنتوا كده مثلا إيه، خدوا بالكم من عين كده البوتاجاز، لما تيجي ماما طالع، او انتوا لما بتشتغلوا البوتاجاز تعملوا حاجه، هتلاقوا ايه في البوتاجاز؟ هتلاقوا فيه نار حمراء ونار زرقاء. النار الزرقاء دي شديده الحراره، حتى تلاقوا فيه لونين كده في البوتاجاز، في العين اللي تخلي بالكم، صح؟ ازرق واحمر. الازرق ده اشد حراره يا مروان، والاقل حراره لونه احمر، عكس اللي احنا عارفينه. انا عارفه انت هتقول ايه، ده حمراء اللون، يعني نار عاليه تبقى حمراء. لا، النار كل ما زادت بتبقى زرقاء، بتدي على ازرق. الجمله صح، ماشي يا حبيبي. ماشي حل بقى يا مروان. رقم ايه؟ 11. شمس. سهل، يلا يا مروان. اقرب النجوم الينا ايه؟ هو اقرب النجوم؟ ها، الشمس الشمس. يلا عبد الرحمن، نعم يا مس، قول يا حبيبي. اقرب الكواكب، ماشي. أقرب الكواكب للشمس هو عطارد، وأبعدها نبتون. ممتاز. ايه يا عبد الله، بتفتح المايك بتجاوب معايا ليه؟ معانا حازم كمان اهو. حازم، حل يا حازم، ولا حمزة؟ عبد الله موسى، حل يا عبد الله، حل يا يا عبد الله. ميس يا ميس، ما انا بس قلت فيلم كلنا واحد مش عارف ايه، ما حلش انا بلاش سؤال نقول كده يا كده. اولاد، ثواني، انا عايزه حمزه وبعدين نشوف عبد الله موسى. يلا يا حمزه، تبعت العلماء كوكب من المجموعة الشمسية كوكب بلوتو. برافو عليك. بلوتو هو اللي طلعوه بره المجموعه الشمسيه. يلا عبد الرحمن موسى، يلا عبد الرحمن، عبد الرحمن، لا لا، يلا. كوكب اسمه يعرف كوكب، يعرف كوكب نقط بتاعه من الأرض. كوكب الزهر. انا كنت قصدي عبد الله، بس ماشي ماشي. يلا يا عبد الله، ماشي. عبد الله، عبد الله موسى. طيب يلا يا يوسف عبد العزيز، ممكن أجاوبك؟ حاضر يا ماما. يلا يوسف، يوسف عبد العزيز، ماله كتير توجد مغلول. الحلقات الحلزونية حول كوكب زحل. زحل، تمام. لو حد عايز ياخد سكرين يا اولاد ياخدها، ما هيش حد عشان اشيل. دو سكرين كده بالموبايل بتاعك، اسئله اقولها اقول. يلا عشان هشيل، يلا يا منى، سؤال استني يا منى، عشان احنا وقفنا، استني، احنا وقفنا عند اللي هو يعرف كوكب ايه؟ الزهرة. لا، وخدنا كمان حلقات حلزونية، قلنا زحل. قولي يا منى، ده سرعة الدوران. يلا، سرعة دوران الكواكب الخارجية نقص، وأحجامها يعني سرعة دورانها ايه؟ يعني سريعة ولا بطيئة؟ حول، لا سرعتها حول سريعة. لا، الكواكب الخارجية بطيئة عشان هي بعيدة. كل ما بعد الكوكب، كل ما بعد يا منى، كل ما مداره زاد، فلما مداره بيزيد يبقى بطيء. حجمها ايه؟ حجمها ايه؟ أحجامها الخارجية أحجامها كبيرة، برافو عليك، بس حجمها كبير. ماشي هاد. يلا يا سما، سما مش معاك. يلا أحل. يقول لك تدور الكواكب حول الشمس من إيه إلى إيه؟ من الشرق إلى الغرب. لا، من الغرب للشرق. الشرق تمام. العكس، العكس. أنا عارفة إن أنتوا قلتوا خلي بالكم منها، أنا ما ينفعش أقول من الشرق إلى الغرب، هي من الغرب إلى الشرق. يلا رفيف، عبد الله موسى، انت جاوبت؟ ايوه، طيب يلا يا كريم او رفيف، يلا يا جماعه. رزان،
ألف مرة حضرتك ناديتيني؟ يساوي، لا مش ألف، صدقي بقى مليون. مليون مليون. مليون حضرتك ناديتيني. بنت حضرتك ناديتيني، اه يا أنا كريم، كريم. يلا اه يا حبيبي يلا جاوب. يوجد كتبات حضرتك بين كوكبي المريخ لا والمشتري. برافو عليك. المريخ فعلا والمشتري هو اللي بينهم حزام الكواكب يعني. عايزة حاجة؟ يلا يا استاذ عايزة تحلي. يلا حلي. الشمس هي مصدر الضوء والحرارة. برافو عليك. الضوء والحرارة. عايزة ايس كريم برضو يا جماعة، نشيل الضوء هنا الحرارة. عندنا نختار الإجابة الصحيحة. يلا يا فريدة. أنا مش شايفة بس السؤال. اه ما هو بص عشان انا لما بحرك، بصي ده مس شايفاه الجسم الفضائي ده شايفاه. المشترى بتتنطق المشترى لمس مس هو نعم المشترى بتتنطق المشترى ايه؟ لا يا حبيبي، الحزام، الحزام ما بين المريخ والمشتري عشان هو بيفصل ما بين الداخلية والخارجية. انا عندي الداخلية اخرها المريخ والخارجية اولها المشتري، يبقى هو ما بين المريخ والمشتري. آه فريدة انت مش شايفة السؤال يا حبيبتي؟ اه مش شايفين، طب استنى، مش شايفين عادي. للأسف هو أنا لما بحرك. طيب حلي أربعة. آه لما بحرك مش ماشي. بيجي. الكوكب الذي بيحمل الكوكب اللي حضرتك حركات حضرتك مين؟ ايه؟ زحل. ايوه زحل، برافو عليك زحل. يلا شيماء، الكوكب اللي بكوكب الاحمر ايه شيماء؟ المريخ. برافو عليك. رفيف فين؟ يلا دورك حضركم. حول الشمس في مدارات غير منتظمة لا ازاي يعني؟ بيضاوية. ايوه كده، مدارات بيضاويه، برافو عليك. عبد الرحمن، لو بنسى حد يا اولاد معلش، انا عشان انا مش حافظ اساميكم كويس يفكرني. اه نسيت مروان. ماشي. طيب تزداد سرعة جاوب. دوران الكواكب كلما اقتربنا من الشمس. ممتاز، برافو عليك، برافو عليك. كل ما بقت قريبه فعلا كل ما سرعه دورانها زاد زي الداخليه. يلا يا مروان، يسمى المريخ بايه؟ ميسو وحضرتك ناديتيني، اه المريخ يلا. الكوكب الأحمر. اه يلا يا كريم، ماشي جاوب يا كريم. تمام. يعتبر نقط أكبر كواكب المجموعة الشمسية. مجموعة المشتري. المشتري، برافو عليك. يلا مش يا ممكن سلام، أجاوب؟ مين يا حبيبي طيب عايزك؟ أي يا كوكب سلام، الميت وكوكب الأرض. كوكب الماء أو كوكب الأرض، برافو عليك. سامعاني يا سما؟ سما أيوة مش معاك. يلا أيوة قبل كده ابدأي السؤال الثالث، اكتب ما تدل عليه كل عبارة زي المصطلح كده. يلا حبيبي، كوكب معتدل معتم يدور حول الكواكب، جسم معتم قصدي، ها بتظهر الجاذبية. ده ايه حاجة؟ ده ايه سنة؟ القمر. برافو عليك. الأقمار، الأقمار. يلا يا عبد الله موسى، رقم اثنين. عبد الله ايه حلو، جسم رقم اثنين. زمني سماوي بص يضرب السماء على هيئة شمس ضوئية اللي هي الشهب. برافو عليك، السهم. يلا التاني بقى. طيب منى، يلا يا منى، بقالي كتير ما جاوبتيش. يلا مس، نعم انا المفروض دوري كان دلوقتي. حاضر، ممكن تخلي منى وبعدين انت، هخليك تجاوب سؤالين يا عم. يلا يا منى، رقم ثلاثة ايه؟ منى. طيب حلو كده يا حازم، منى مش جسم سامعاني. معتم لا يشعر ولا حرارة، واستمد ضوء وحرارته من نجم الكوكب. ممتاز، قول كمان واحد، انا قلت لك هتقول اثنين. تجمعات من النجوم من النجوم مختلفة الأحجام والأشكال المقرة. ماشي يا حبيبي، رقم أربعة المجرة. ماشي ماشي. آه هاي منى فينك؟
استنى كده. معروف. السؤال رقم 5 صح؟ أنه انت الواحد بينو، ما انا حبيبي عماله بقول لك وانت مش بترد، او انت مش شخصيا، بترد عليا. انا رد شخصيا عليك كتير مبقاليش، على فكره، كتير انا لا اذكر شيئا كده، مش فاكر. يعني، رد عليك كذا مره، قلت لك قلت عبد الرحمن التاني، بيلو في اسمي البترول عبد الله، عامة مش عبد الرحمن. ضل ولا ايه؟ طيب يلا يا منى انا اسمي سامعني. عبد الله. حاضر يا عبد الرحمن، ثواني ايوه حاضر. طيب انا خمسه عايزك، خمسه، انا عايزك. انا برافو عليك، انا يازك. يلا يا استاذ عبد الله. انا واحد من اقسام فضائية لا تصل الارض نيزك، ليه؟ قصدي بعدها اقسام غازية تظهر في السماء على شكل سحابة من الغبار. السدم. دي اللي قالتها منى. اقسام ايه انت قلت ايه؟ معلش نيازك رقم 3 قلت 6 قلتها ايه؟ ما سمعتش. السدم. برافو عليك. يلا يا رفيف، فاكرين يا ولاد؟ يلا يا رفيف. بص حضرتك سامعاني؟ اه يا كريم. طيب قول يا كريم، رفيف مش سامعاني، بقول يا كريم. تمام. رقم أجسام 7. كبيرة، ها أجسام كبيرة الحجم، متوهجة، تشع ضوءا وحرارة. نجوم. اه برافو عليك. النجوم. هاي يا رفيف سامعاني ولا لسه؟ تمانية، قولي تمانية. كوكب بعيد عن الشمس وبطيئة الدوران. الأجسام الخارجية، الكواكب الخارجية. ايوه تمام. كواكب. لا رؤية فريدة. يا ريس انا ما قلتش. مين؟ انا عبد الرحمن. حاضر حاضر يا عبد الرحمن. مش ممكن يلا يا اجاوب فريدة. بعدين؟ خلاص يا حبيبي حاضر. يلا يا فريدة. ماشي كواكب صلبة قريبة ايوه من مس الشمس. يلا يا فريدة. كواكب صلبة قريبة من الشمس يطلق الكواكب عليها كوكب. الداخلية. انت جاوبت يا كريم؟ كريم لا مس طيب ماشي. هي فريدة قالت كواكب داخلية، قول لي انت 10. يلا طيب توجد بين يلا دور انا يا المجموعة باشا. ثواني الكوكب ثواني يا عبد الرحمن، الداخلية ثواني يا عبد الرحمن. والخارجية. اه يلا يا كريم. الكوكبات، حزام الكوكبات. برافو عليك، حزام الكويكب. الأسئلة كتيرة والله يا أولاد، ولسه معانا وقت. حزام الكويكب. يلا يا عبد الرحمن هاتوا معايا صح ممكن وغلط. نقول على عبد الرحمن. يلا يا عبد الرحمن. غلط واضحة اهي. تدور الكواكب حول النجوم. تدور الكواكب حول النجوم في مدارات دائرة الشكل. غلط. بيضاوية الشكل. ممتاز ممتاز يا حبيبي. آه. شجر. تمام. القمر جسم متوهج، لذلك الشادو اسمه. لا غلط. ممكن شيماء. اقول برافو عليك شيماء. النيزك اكبر حجما من الشهب. تطلع صح. صح برافو عليك. ايوه هي كبرت الحجم فعلا. عبد الله موسى ولا عبد الله؟ عبد الله. أبصر نجوم حرارة يكون لونها أزرق. صح. استنى يا ولاد أنا مش عارفة أمسح. استنى عشان دي كانت صح واللي بعديها صح. برافو عليك. صح. يلا يوسف، يوسف عبد العزيز. ممكن أو حاضر. يلا يوسف. مش ممكن أجاوب حاجة. عرب مش حد اسمه يوسف. ماشي رزان. مش ممكن حاضر يا منى حاضر. ثواني يلا يا رزان. الضرب اللي من المجرات، من المجرات الحلزونية. برافو عليك، يبقى غلط. يلا يا منى. الشمس أقرب النجوم إلى الأرض. صح اه صح صح ايوه طبعا صح. بس ممكن يلا يا الذهب. حازم. تتحول النيازك إلى شهاب عند دخولها جو الأرض. غلط. تتحول إلى حفرة عميقة. لا بص يا حبيبي، هو السؤال بيقول لك ايه هنا؟
تتحول النيازك إلى شهب عند دخولها الأرض؟ آه، بعض النيازك بتتحول لشهب والباقي بينزل. ما هي لما بتتحرق دي بتبقى شهب. تحول النيازك إلى شهب عند دخولها، آه تتحول فعلا لشهب بتتحرق والباقي منها بينزل سطح الأرض. لا الجملة دي مش غلط، الجملة دي صح. يا بيس ممكن أجاوب؟ يلا يا مروان جاوب. مجردنا مع من النوع الحلزوني لا صح؟ انت سبت ده، اه، سبت تمانية. تظهر الصدم على شكل سحابة من الغبار. غلط. ليه ما تظهر على ايه؟ لا مش غلط. الصدم هي سحاب من الغبار فعلا نتيجة انفجار النجوم. اه صدم. مش غلط، مش غلط يا مروان. يلا يا سما تمانية. سما طيب رفيف. تبقى صح؟ صح، برافو عليكي، مجردنا من الماء الحلزوني. يلا يا فريدة. ايه تبقى صح؟ برافو يا فريدة. يلا عبد الرحمن. ايه أقرب الكوكب للشمس؟ عطارد، لذلك فهو أقلهم حرارة. غلط، غلط أكثرهم طبعا، حرارة. طبعا برافو عليك، هو أشدهم حرارة. تعالوا نكمل. يوسف طارق، يوسف طارق، عبد الله موسى. حلو يا عبد الله. ايوه مش يعرف المريخ بطاقم الارض تشابهه مع الارض؟ خطأ. برافو عليك، ده الزهرة. اي برافو عليك، غلط. ميس، هو حضرتك ناديتي عليا؟ هو لا بس ماشي. حل يا كريم. يلا 13. تمام. المشتري يتم دورته حول الشمس كل 12 سنة أرضية، صح؟ برافو عليك، صح فعلا. مش ممكن تجاوب دي؟ يلا يا ساشا جاوب. الكواكب الخارجية بتقيس الدورة؟ لا غلط. اه صح. لا بطيئة، صح، برافو عليك، لأنها بعيدة فبتبقى بتمر ببطء، بتلف ببطء. يلا يا عبد الله، عبد الله الثاني. كيلو. يلا يا عبد الله. تسع مش دتيني انا ودتي حد غيري. ف طب يلا طيب ممكن احل رقم واحد لو ما كسرت. زحل يتحرك. حاضر يا مريم. درجة حرب بسرعة كبيرة وجه الشمس بجانب واحد. غلط. امال مين؟ مس عطارد. عطارد هو عطارد. بيوجه. ايوه برافو عطارد. عليك، برافو عليك. مس يلا يا ممكن مريم، اجاوب يلا يا السؤال اللي سامي. جاي ده؟ نعم يا مريم، ممكن اجاوب سؤال واحد انا قلت لو لك ما جاوبي كسرت. والله. تمام. يطلق العلماء على مجرات ما اسم الدرب اللبني لأنها يشبه لبن السوق. برافو عليك. يلا يا فريدة. ايه اتنين. اه ايه لا 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 انها ثانية. بسبب درجة حرارتها، صح يا منى يا فريدة؟ النجوم بتختلف يا ايه أولاد حسب درجة انا حرارتها كتير زي ما قلنا. أيوه، النجوم أشد حرارة لونها أزرق، والنجوم أقل حرارة لونها أحمر. يبقى هي بتختلف ليه؟ بسبب درجة حرارتها. يلا يا شيماء، ثلاثة يا شيماء. تمام. وجود حفر عميقة في بعض المناطق غير المأهولة بالسكان بسبب وصول النيازك إلى سطح الأرض. ممتاز، عشان النياز. برافو عليك. يلا رزان، بقالي كتير ما جاوبتيش. رزان أربعة. وحضرتك يلا لأنه يستمد الضوء من الشمس. برافو عليك. بيعكس، هو مش بيستمد، هو بيعكس. بيعكس، ماشي يعني. ايوه برافو عليك، بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه، بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. عبد الرحمن يلا. عبد الرحمن رقم خمسة. سهلة عبد الرحمن خالص. صدوم. يسمى تكون الصدوم على شكل سحابة من الغبار تكون الصدم لأنها ايه؟ ها تكون تكون لأنها تتكون ها. من انفجار النجوم. برافو عليك، لأن بسبب انفجار او نتيجة انفجار النجوم. برافو عليك يا عبد الرحمن. عبد الله موسى. يلا
أسألكم كم؟ ستة ستة ماشي. سمي العلماء مجرات باسم سكة التبانة لأنها تشبه التبن المتساقط على الطريق. برافو عليك. انا عايزه بس الناس اللي ما جاوبتش بما تفسر، عشان دي اخر حاجه يا اولاد بنشتغلها. رفيف جاوبتي بما خامس. تفسر؟ رفيف لا طب يلا قولي سبعه. إيه، لأنها يعني تشبهها في القطر والايه والحجم والكتله. ثلاثه، لانها يقاربه في القطر والحجم والكتله. نقولهم كده مع بعض. مين ما جاوبش بما تفسر يا اولاد؟ سما، ايوه ميس، انا حمزة ما حمزة. يلا جاوبتش يا حمزة، حمزة وكريم صح ما جابوش. يلا يا حمزة. ثمانية. ميس، ممكن اتجاوب بعدين؟ حاضر حاضر يا سيدي. يلا يا يلا يا حمزة. ليه الأرض صالحة للحياة؟ لان بها ضوء وحرارة وجاذبية. برافو عليك. ممتاز، لأن هي فعلا هو الكوكب الوحيد القريب اللي الشمس بتمده بالضوء والحرارة، وكمان الجاذبية بتاعته اللي بتخليه مناسب للحياة. برافو عليك. يلا يا سجا. تسعة. تمام. أي سنة المريخ كوكب الأرض كوكب الأحمر؟ أو لأن بسبب تربته الغنية بأكسيد الحديد الأحمر أحمر ماشي. اللون. مين ما جاوبش بما تفسر؟ أنا يا ميس حضرتك نديت نديت يلا عبد الله كريم، حمزة. يلا كريم وسامة ورا بعض، يلا عشان وقت الحصة بينتهي. تسمية يلا. تسمى الأرض بكوكب المائي لأنه يحمل 70 يشغل. 70.7% من الماء و29 ونص. لأن الماء يشغل 70.7 من مساحته. بس برافو عليك. ماشي. يلا قلت سما. يلا يا سما آخر سؤال يا سما. لأنه يبدو كماسة زرقاء تشع ضوءا خافتا في الكون. لا هو شديد البرودة عشان هو بعيد، لأنه بعيد بعيد عن عن الشمس، الشمس. كوكب بتلقى بعيد عن كمية الشمس. ضئيلة من الشمس لأنه بعيد عن الشمس. تشر، نعم. أنا عايزة أعرف إجابة سؤال 12، مش هطلع بالحصة غير ما أعرف إجابة سؤال سؤال ايه؟ 12؟ 12. لا يمكن. عارفه عايز تقوله ولا اقوله انا؟ لأ، أنا عايزة أعرف إجابته عشان أنا شخصيا مش عارف. طيب. لا يمكن تحديد مدة دورانه عشان الزهرة يا ولاد حواليه غلاف غازي متماسك يصعب اختراقه. يعني الأجهزة نفسها مش بتقدر تخش عند الزهرة وتعرف دوران حول نفسه، لأنه يحيط به أو حوله غلاف غازي متماسك. بس أنه حوله غلاف غازي، هو الكوكب الوحيد اللي حواليه غلاف غازي. لو تخلي بالك موجود عندكم المعلومة دي في الدرس. بدون الشمس لا توجد حياة طبعا، لأن هي اللي بتمدنا بالضوء والإيه والحرارة اللازمين للحياة. فكده هو يعتبر يعني ايه ربنا. مثل اللي هو الغازي زهرة اللي عليها غلاف غازي. يعني يصعب ايه؟ اختراقه، يعني مش بنقدر الأجهزة ما تقدرش تخترقه، اللي هي الأقمار الصناعية وتقدر تصور ما بيقدروش. طبعا ما حدش واصل له يعني، بس هو قصده هنا الأجهزة لا يمكن تحديده لأنه حواليه غلاف غازي متماسك. هو ايه فالعلماء الغلاف الغازي؟ معلش. غازات مجموعة من الغازات بقى، أكسجين بقى على هيدروجين على نيتروجين. عارف بالظبط كده زي ما بتبقى غبار كده او زي حاجه غاز، لو بعد الشر مثلا حصل حاجه الدخان مش بيطلع منه زي ما بتبقاش شايف كده من كتر الدخان وكده. انا بشبهها لك صح. يعني، بس هي بتبقى مجموعه غازات حوالين الزهره بس فمخليه. مس ازاي صوروه؟ ازاي يعني؟ ازاي الاقمار صوروه؟ الصناعيه يا حبيبي. مش يا ولاد في اقمار صناعيه بتسبح في الفضاء؟ امال احنا عرفنا المعلومات دي كلها ازاي يا ولاد؟ الاقمار الصناعيه والتلسكوبات. التلسكوبات اللي هم بيطلعوهم، تلسكوب هابل وفي تلسكوب بتاع جيمس ويب. التلسكوب ده لسه حديث يعني مطلعينه جديد. التلسكوبات دي بتصور لنا كل حاجه. احنا مش بنقدر نطلع الفضاء يا ولاد، التلسكوبات والاقمار الصناعيه هي اللي بتصور. تمام. يلا الأسبوع الجاي إن شاء الله ممكن نراجع على زي ما أنتم عايزين، جغرافيا أو تاريخ زي النهارده يعني نفس الميعاد الساعة 3. يلا السلام يا عليكم. مسبحة الطريق. عايزين تاريخ تمام مفيش مشكلة. يلا باي. السلام عليكم.